هالة، عمر، and ليلى. Three children from Gaza, different by blood, but united by their circumstances. ثلاثة ضربة واستشهدت أمي وأبويا وأخويا. استشهد أبويا، استشهدت أمي، استشهد أخويا التوأم. أمي استشهدت وأخويا استشهد، أبويا بعرفش من وينه من أول الحرب. أمي بعتتنا رح أشتري لها دواء، رحت على الصيدلية لأنها رجعت لقيت المربع كله رايح، وكان بيسعفوا الناس، وشفت أختي حاملينها المسعفين، ورحت معها على المستشفى ورحت لقيناهم مكفنين أهلي. الصراحة كنت نايم كنتش حاسة حاجة، صحيت لقيت حالي مجروح وعلى الأرض، وتفاجأت إنه هذا إنه أبوي مستشهدين كلهم. استشهد أبويا، استشهدت أمي، استشهد أخويا التوأم، استشهد سيدي وستي وعمامي، تقريبا هم كلهم 11 نفر. كنا في النصيرات في أرض فيها غرفة بطون، كانوا النسوان في غرفة بطون والأسنان في خيمة. قصف الضل اللي عجباننا وقعت الحيطة علي أنا وأمي، وقعت الخيمة، وقع الباب بتاع الأرض على الخيمة، انحرقت الخيمة واستشهد. Besides coming to terms with losing their parents, the children must cope with displacement and ongoing war, relying only on memories for a sense of security. قبل الحرب ما بسيطنا كنا نروح على المدرسة ونقعد مع أهلنا، وكنا لما نروح نشتري للعيد أو نروح مع أهلنا كنا يطلعونا ونروح على دار سيدي مع أهلنا. بعد الحرب فيش حاجة زي أول، وحياتنا صعبة صارت وكلها مرمطة. أنا أخوي التوأم حمزة اشتاق لي كتير، كنا كل يوم ننزل نلعب كورة، كل يوم نروح نشتغل مع بعض، وكنا كل يوم نلعب مع بعض. الحين كل شي راح، خلاص بطل في حياتنا. تخبط بإشي بتصير تجاعن كتير، إيدي كانت محفورة حفر جوا، عملوا لي الرقعة غطت عليها شوي فضلتها تلحم، هي لسه في ضايل شوية وبتلحم كل الجرح. Having endured similar losses, these children share a common hope. ونرجع نبني بيتنا اللي كان لنا ذكريات كتير فيه، بنتذكر أهلنا ونرجع نبني ونسكن فيه إحنا ودار عمي، لأن حياة الخيام متعبة. نتمنى إنها تخلص الحرب ونرجع تتحسن حياتنا تصير أحسن من هيك. نفسي كل حاجة يرجع زي ما هو، نفسي الدمار يختفي، نفسي كل حاجة تعمر ويصير الأوضاع منيحة، ويبطل في حروب، يبطل في طخ في قصف. نفسي إن نرجع مدرسة ونرجع زي أيام زمان، نضحك وننبسط كتير مش زي هلقيت، يعني غير الحرب بدناش حرب.